السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل ما بدأناه بحديثنا عن البيتيوتري جلاند وعلاقتها بالهايبو ثلاموس، وحكينا إن البيتيوتري هي مخزن لهرمونات الهايبو ثلاموس، بالإضافة إلى أنها في فصل الأنتيريور لوب تفرز هرمونات. حنبدأ بأول هرمون هو الجروث هرمون وتأثيره على عمليات الميتابوليزم. في مرحلة إنتاج الحاجة إلى إنتاج البروتينات والطاقة بيحدث إن هو تحويل الأمينو أسيد إلى بروتين، وهذا يحدث بيساهم في عمليات النمو. فبالتالي الجروث هرمون والأنسولين بيتشاركوا مع بعضهم البعض في عمليات بناء البروتين في المرحلة الجسم يحتاج فيها لبروتين. إذا في مرحلة الانتاج للبروتين الجروث هرمون والأنسولين بيساعدوا في عمليات البناء أنابوليك رياكشن، بينما في مرحلة اللي بيحتاج فيها خلايا الجسم إلى الكربوهيدرات بيشتغل الجروث هرمون معاكس للأنسولين. وهذا الوضع الطبيعي انه الانسولين بيدخل الجلوكوز الى الخلايا والجروث هرمون بيمنع دخولها الى الخلايا، وهذا بيؤدي الى حدوث حاله بالانس وتوازن بحيث يمنع حدوث حاله الهايبوغليسيميا، انخفاض معدل السكر في الدم. لكن اذا كان هناك كميه انسولين تفرز بشكل اساسي نجد انه الجلوكوز بيدخل الى الخلايا. لما يكون في عندنا اللي هو كميه كافيه من الجلوكوز خلال مرحله الابزوربشن، فبالتالي نجد انه هاي المرحله بصير في عندنا ابتيك للجلوكوز، الخلايا بتبدا تاخذ الجلوكوز. في هاي الحاله بيتم تثبيط افراز الجروث هرمون، تمام، وبالتالي ببطل يعاكس شغل الانسولين. ليش؟ لانه في عندنا حاجه، صار في عندي امتصاص والخلايا محتاجه الجلوكوز، فبالتالي يتوقف الجروث هرمون عن الافراز وبيكون المجال مفتوح امام الانسولين المدخل الجلوكوز الى داخل الخلايا. الان خلال مرحله الفاستنج الصيام نجد انه الجروث هرمون بيشتغل انتاغونيست للانسولين، مضاد لفعل الانسولين، بمعنى اخر انه بيحفز عمليات اللي هو بيحفز عمليات الجلوكوز سبيرينج، بمعنى انه بيساعد في عمليه استخدام بيمنع استهلاك الجلوكوز لانه معاكس للانسولين، وبالتالي بيحفز عمليه الجلوكونيوجينيسيس اللي هي عباره عن عمليه تصنيع الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه. اذا بشكل عام، اذا خلال عمليه الانابوليك والابزوربتيف فيز نجد الجروث هرمون بيسهل عمل الانسولين، تمام، وبالتالي الاثنين بيحفزوا عمليات النمو. بينما خلال مرحله الصيام او ما بعد الابزوربتيف فيز نجد ان الجروث هرمون بيعاكس فعل الانسولين، فبالتالي بتحفز عمليات الكتابوليزم او الجلوكوز سبيرنج. اذا خلال الحاجه لاخذ البروتين نجد الجروث هرمون بيزداد معدل الانسولين، وبالتالي حكينا سابقا انه الجروث هرمون لما يفرز بحفز انتاج السوماتوميدين من الليفر، فبالتالي يتعاونوا مع بعضهم بعض في بناء البروتين، وبالتالي بيزيد النمو. وهنا في عنا ثبات من الكالوري اللي هو الاي تي بي المخزن عنا، في ثبات فيش تغير فيه. الان في مرحله الانتيك للكربوهيدرات نجد انه الجروث هرمون بيثبط، زي ما حكينا هذا في مرحله الابزوربتيف فيز نجد انه الجروث هرمون بينزل معدله، بالمقابل في الانسولين بيزداد، والسوماتوستاتين عنده السوماتوميدين بيكون مستوى ثابت، فبالتالي نجد انه معدل بناء البروتين والنمو ثابت، لكن عندنا الكالوري ستوريج بيزيد، بمعنى انه بيزيد في عندي تكوين اي تي بي لانه الانسولين ساهم في دخول الجلوكوز الى داخل الخلايا والخلايا استهلكتها او استخدمتها في عمليه تكوين الاي تي بي. في مرحله الصيام نجد انه بيزداد معدل الجروث هرمون عشان يمنع اللي هو الهايبوغليسيميا، والانسولين بينزل معدله، فبالتالي بينخفض معدل السوماتوميدين، ونجد انه معدل بناء البروتينات وبناء والنمو في الجسم يقل، وبيزيد عمليه تحريك الاي تي بي، بيبدا الان استهلاك للاي تي بي، تمام. نيجي للهرمون الثاني الذي يفرز من البيتيوتري جلاند، بالذات الانتيريور لوب. نأكد على انه عمليه الافراز الست هرمونات اللي تخرج من البيتيوتري هي من الفص الامامي الانتيريور لوب. الاي سي تي اتش بيتكون في خلايا تسمى كورتيكوتروفز الموجوده في البيتيوتري جلاند، والاي سي تي اتش بينتج من الانتيريور لوب زي ما حكينا من بواسطه عمليه بروتولايتيك بروسيس، بمعنى انه بصير في عندي مركب يسمى بري برو
اوبيو ميلانو كورتين. هذا المركب بيكون ان اكتف، بيبدا عمليه بروتولايتيك اكتيفيتي، يعني انزيم حل للبروتينات بكسر جزء العاطي لهذا المركب الان اكتيفيتي بتحول الى ان اكتف. ايضا تفرز بعض المواد الاخرى اللي هو النيوروبيبتايد اللي هي زي بيتا او جاما ليبوتروبين، بيتا اندورفين، والفا ميلانو سايت ستيمولاتينج هرمون. الان الـ ACTH هو اللي بيعمل ريجوليشن للستريس، الاستجابه للستريس في الجسم. تمام، نحكي شويه عن تركيبه الـ ACTH. بتكون من 39 امينو اسيد، بيعمل تنظيم لافراز هرمونات الادينوكورتيكوستيرويدز اللي بتفرز من الادرينال كورتكس، من قشره الغده الكظريه. وحكينا انه في تشابه ما بين الاي سي تي اتش والالفا ميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون. اول 13 امينو اسيد من الاي سي تي اتش هي تشكل الالفا ميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون. طب ايش بيعمل الفا سايت ميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون؟ بيعمل داركن للسكن، بيعطي لون داكن للسكن. فبالتالي لما يزيد الالفا ميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون هذا بيؤدي الى تصبغ الجلد باللون الاسود. فلو كان هناك اوفر برودكشن او انتاج زائد من الاي سي تي اتش حيعمل على زيادة البيجمنتيشن للجلد، زيادة تصبغ على الجلد، وهذا راجع إلى تركيبة التشابه في تركيبة أول 13 أمينو أسيد من الـ ACTH مع الألفا ميلانوسايت ستيمولاتينج هرمون، وبالتالي حيصير يرتبط مع ريسبتورز وبالتالي بيعمل داركن للسكن. عملية ريليز الـ ACTH بتنتج تحت تأثير الكورتيكو ريليزنج هرمون والأنتيديوريتيك هرمون من الهايبوثالاموس، 2 الستريس، 3 هايبوغليسيميا. الكورتيكو ريليزنج هرمون والأنتيديوريتيك هرمون اللي بتكونوا من الهايبوثالاموس، لكن زي ما حكينا الأنتيديوريتيك هرمون يخزن في البستيريور وبيبدأ يخرج من البستيريور بإشارة عصبية واردة من مين؟ من الهايبوثالاموس، وتصل إلى البستيريور، بتخلي البستيريور تخرج الأنتيديوريتيك هرمون إلى الأنتيريور بتيوتري. طبعا هذا بناء على الأرتري اللي هو الوريد المتصل ما بين البستيريور والأنتيريور. الآن عملية إطلاق الـ ACTH نجد أنه كتأثير أو كنتيجة لإفراز الـ ACTH نجد أنه الكورتيزول يرتفع معدله. طبعاً متى بيرتفع الكورتيزول ويصل لأعلى معدل له؟ يصل في الصباح الباكر، نظراً لأنه الـ ACTH يطلق في الصباح الباكر. فبالتالي كاستجابة له نجد الكورتيزول اللي يفرز من الأدرينال كورتكس بيرتفع معدله. أيضاً نجد أنه بيعتمد في عملية إفرازه على السليب ويك سايكل اللي هي فترة النوم والصحية الصحوة عند الشخص. طبعا هذا بيختلف من شخص إلى آخر. إنه الـ ACTH بيشتغل على الأدرينال كورتكس، بيحفز خلايا الكورتكس على النمو، وبالتالي بيساعد أيضا على عملية استيميوليشن لإفراز الهرمونات الاسترويدية من الأدرينال كورتكس. تمام. الآن يفتقد النيجاتيف فيدباك من الكورتيزول كنتيجة لي إنه الكورتيزول ما صارش فيه إنتاج طبيعي له، نجد إنه الـ ACTH بيبدأ يرتفع معدله. تمام، فبالتالي لما بيرتفع معدل الـ ACTH لكن فيش استجابة للأدرينال كورتكس إنها تفرز الكورتيزول، هيحفز هذا إنه الأذر ستيرويدز هرمون التي تفرز من الأدرينال كورتكس هتبدأ تفرز، وهذه بنسميها أدرينال كورتيكوستيرويدز، هي المقصود فيها الأدرينال أندروجينز. الأندروجين هي هرمونات الذكرية التي تفرز من الأدرينال جلاند، والنساء والرجال عندهم هاي الهرمونات أيضا تفرز من الأدرينال كورتكس. فبالتالي إذا هناك خلل في عملية إنتاج الكورتيزول ولا يستجيب للـ ACTH، في المقابل في عندي هرمونات أخرى هي التي تستجيب من الأدرينال كورتكس ويبدأ عملية إفرازها بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى حالة مرضية تسمى أدرينو جينيتال سيندروم، وهذا بيحدث عند الأنثى، الجنين الأنثى إذا حدث عندها هذا الخلل فبصير عندها حالة تسمى ماسكولايزيشن، بيزود اللي هو الصفات الذكرية عليها.
عملية الريجوليشن للـ ACTH تحدث في البداية لما يكون عندنا ستيمولس تعرض إلى ضغط شديد أو تغير السليب والويك سايكل عندنا، فبالتالي نجد أن هناك إشارات عصبية من النور أبنفرين والأسيتايلكولين والسيروتونين تصل إلى هايبوثالاموس، بيبدأ تفرز الكورتيكوريليزنج هرمون وأنتيديوريتيك هرمون، البتيوتري تتأثر بالكورتيكوريليزنج هرمون وبيبدأ بناء عليها تستجيب بإفراز ACTH، أما الأنتيديوريتيك هرمون يخزن في البوستيريور وبيبدأ عملية إطلاقه تأثير من الهايبوثالاموس. الآن الـ ACTH لها مستقبلات على الأدرينال كورتكس وبيبدأ الأدرينال إنها تفرز هرمون الكورتيزول. الآن الإفراز الطبيعي للهرمون الكورتيزول يعتبر بحد ذاته إشارة لوقف نشاط البيتيوتري بإنتاج الـ ACTH وأيضا إشارة لوقف هرمون الكورتيكوريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس، وأيضا الـ ACTH بتوقف نشاط الهايبوثالاموس وبتمنع إنتاج الأنتيديوريتيك هرمون. نيجي للهرمونات الأخرى اللي هو جلايكو بروتينز هرمون التي تفرز أيضا من البيتيوتري جلاند، الـ FSH والـ LH والـ TSH، هدول الثلاث هرمونات يفرزوا من البيتيوتري جلاند، لكن هنا شملنا معهم هرمون الهيومن كوريونيكونادوتروبين هرمون، هذا الهرمون يفرز من البلاسينتا، لكن ليش أشملناهم مع بعض؟ هدول الأربع هرمونات ثلاثة منهم من البيتيوتري والرابع من المشيمة، الأربعة هدول بتصفوا بأنهم بتكونوا من تو سبيونت ألفا وبيتا، تمام؟ ألفا وبيتا، كل سبيونت منهم لها جين مسؤول عن تكوينها. الألفا سبيونت مشترك ما بين الأربع هرمونات، إذا بتشابهوا كلهم بالألفا سبيونت، لكن البيتا سبيونت مختلفة في كل واحد منهم، والجين المسؤول عن تكوين بيتا سبيونت مختلف في الـ LH عن الـ FSH عن الـ TSH عن الـ HCG، تمام؟ عشان هيك هو اللي بيعطي البيولوجيكال اكتيفيتي لهذا الهرمون. اذا البيتا سب يونت هي المسؤوله عن النشاط المتخصص والبيولوجي لهذه الهرمونات. عشان هيك لما اجي افحص عن مستوى هذه الهرمونات ما بدور على الفا سب يونت، الفا سب يونت مشترك ما بين الاربعه، بدور على شيء سبيسيفيك لهذه الهرمون. اذا بندور عن بيتا سب يونت لكل واحد عن طريق استخدام الالايز او التكنيك اخر. بالنسبه ل هذه الصورة بتوضح اختلاف ما بين البيتا سبيونت بين الأربع هرمونات، لكن الألفا سبيونت متشابهة. نيجي للجونادوتروفز هرمون، هي عبارة عن الهرمونات التي تفرز من البيتيوتري إجلاند، هي الـ FSH والـ LH. هاي الهرمونات بتحفز وبتتحفز وبتتحفز إنتاجها وتكوينها بفعل جوناد ريليزنج هرمون من الهايبوثالامس، لكن الجوناد ريليزنج هرمون له دور كبير على الـ LH، تمام؟ الإنهيبين عبارة عن هرمون يفرز من الهايبوثالامس وأيضا له دور على بيتحكم بإفراز الـ FSH. عملية إفراز الجوناد ريليزنج هرمون زي ما تحدثنا سابقا عن هرمونات الهايبوثالامس تفرز على هيئة بلسز، على هيئة بلسيتايل سيكريشن، يعني على هيئة نبضات هي والإنهيبين، وبالتالي فبيؤدوا إلى إفراز محدد ومخصص ومميز للـ FSH والـ LH، تمام؟ الآن الـ LH إلو بايفيزيك، إلو بايفيزيك، إيش يعني بايفيزيك؟ يعني إلو آليتين بعملية إفرازه كبلسز، تمام؟ واحدة في بلس كل دقيقة، تمام؟ وفي بلس الثانية اللي هو بعد ساعة، إذن هو بيفرز على هيئة 2 بلسز، بينما الـ FSH له بلس واحدة. الآن بالنسبة للـ FSH والـ LH بيفرزوا بشكل أساسي خلال مرحلة البلوغ، تمام؟ السايكليك في الفيميل اللي هو الدورة الموجودة في الفيميل هي دورة الأوفري اللي هو التبويض، الدورة الشهرية دورة اللي هي التبويض بتنتج عنها الدورة الشهرية. إذا عملية التبويض بشكل أساسي محتاجة الـ LH، إذا الـ LH بيكون بيفرز بشكل كبير جدا خلال مرحلة اللي هو خلال مرحلة أو وقت التبويض. أما الرجال ملوش سايكل، فبالتالي عنده اللي هو بلسز ثابتة من الـ LH بتسبب عملية إنتاج للتستوستيرون، تمام؟ لهرمون التستوستيرون. إذن النساء عندها دورة التبويض كل شهر، بينما الرجال ملهوش هذه الدورة. عملية الريجوليشن بتتم عن طريق النيجاتيف فيدباك، فنجد أنه الإنهيبين ينتج من التستس والأوفري وبيقلل وبيقل معدله
لان هي بيفرز من التستس والاوفري وبيقلل من معدل انتاج البيتا سب يونت الخاصه بالاف اس اتش، بيقلل من معدل الاكسبريشن للسب يونت بيتا اللي بتكون الاف اس اتش. تمام، التستوستيرون يفرز من خلايا تسمى لايدج سيل الموجوده في التستس، طبعا تحت تاثير ال اتش. تمام، الفيدباك تبعته انه عشان يحدث له عمليه كنترول انه التستوستيرون نفسه لما يفرز هو بحد ذاته يعتبر مثبط للجوناد ريليزنج هرمون ومثبط للال اتش. الال اتش طبعا من البيتيوتر والجوناد ريليزنج هرمون من الهايبو ثالاموس. وايضا التستوستيرون لما يفرز بالوضع الطبيعي بالقيمه الطبيعيه المطلوب منها ايضا بقل معدل الريسبتورز للجوناد ريليزنج هرمون. تمام، عند النساء في عنا البروجستيرون، البروجستيرون بيثبط التبويض وهذه هي فكرة اللي هي موانع الحمل الأورال كونتراسيبتيف، موانع الحمل تأخذ عن طريق الفم، هي عبارة عن هرمون البروجستيرون. تمام، اللي بيشتغلوا البروجستيرون بيشتغل على مستوى البيتيوتري وعلى مستوى الهايبوثالاموس. لما يصل البروجستيرون في جسم الأنثى عند المستوى المطلوب فيه بيثبط هرمونات البيتيوتري والهايبوثالاموس. نجد أيضا أنه الدوبامين والإندورفين والبرولاكتين بيثبط الجوناد ريليزنج هرمون، وأيضا البرولاكتين الذي يفرز ما بعد الميلاد هو بيثبط ايضا الجوناد ريليزنج هرمون. اذا الرضاعه الطبيعيه والافراز الطبيعي للبرولاكتين بعد الميلاد بيؤدي الى انه يعتبر ككونتراسبتيف طبيعي، مانع حمل طبيعي، لانه بيثبط الجوناد ريليزنج هرمون. الان لكن لو كان في عندنا انتاج زايد من البرولاكتين وهذا ممكن ينتج بسبب ورم في الغده النخاميه في الخلايا المنتجه للبرولاكتين بسبب انقطاع الطمث عند النساء بنسميه امنوريا. امنوريا ليش؟ لانه البرولاكتين منع انتاج الجوناد ريليزنج هرمون، فبالتالي لن يحدث تكوين هرمون، لن يحدث انتاج عند المرأة الاف اس اتش والال اتش، بالتالي يتوقف عندها اللي هو مرحلة او دورة التبويض الموجودة عندها. ممكن يتعالج هاي الحالة بإعطاء برومو كريبتين اللي هو اجونست للدوبامين او دوبامين اجونست، وبنعطي ممكن يكون سيرجلي عملية جراحية طريق ازالة هذا الورم. في عنا البوزيتيف فيدباك تحدث لما يصل معدل الاستروجين او الاسترادايول، هو استروجين والاسترادايول جزء من الاستروجين، على معدل عالي جدا عالي في البلازما في المراحل، طبعا المراحل الاخيره من دوره التبويض عند النساء، هذا بيحفز الجوناد ريليزنج هرمون انه يفرز وبيحفز للاتش انه يفرز، وبالتالي هذا بيحفز عمليه الاوفيوليشن. اذا هذه هي ميكانيزم للبوزيتيف فيدباك ميكانيزم، لما الاستروجين بيزداد معدله في المراحل الاخيره من مرحله التبويض هذا بيؤدي لزياده معدل انتاج الجوناد ريليزنج هرمون ويتبعه زياده في انتاج ال اتش من البيتيوتري، وبالتالي عشان يصير في عنا اطلاق للبويضه ويصير في عنا عمليه اوفيوليشن. تمام، اذا نتحدث عن الجونادوتروبين سيكريشن انه عن طريق اللي هو النورابينفرين بيصير هايبوثالاموس يفرز الجوناد ريليزنج هرمون، البيتيوتر بتفرز اللي هو الاف اس اتش والال اتش، للال اتش هنا جوناد ريليزنج هرمون لانه بأثر بشكل اكبر على الاسترو على التستس والاوفري. الجوناد هنا المقصود فيها الغدد التناسلي عند الرجال والنساء، عند الرجال تنتج تستوستيرون عند النساء تفرج استرادايول. الان التستوستيرون لما يوصل معدل المطلوب منه هو بحد ذاته يعتبر مثبط لافراز الال اتش من البيتيوتري ومثبط لافراز اللي هو الجوناد ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس. الان الاف اس اتش بياثر على الجوناد بانها تفرز بعض المواد زي هو فوليستاتين انهيبين واكتيفين. الفولستاتين والانهيبين تعتبر اشاره سلبيه على البيتيوتر بتمنع افراز الاف اس اتش، بينما الاكتيفين بحفز البيتيوتر انها تنتج اف اس اتش. ايضا الانهيبين والانهيبين ايضا يثبط الهايبوثالاموس وبالتالي بيمنع الجوناد ريليزنج هرمون انه يفرز. نتحدث عن هرمون اخر يفرز من البيتيوتري جلاند هو الثايرويد ستيمولاتينج هرمون، يفرز من خلايا تسمى ثايروتروفز. يفرز التي اس اتش بوتيره ثابته في الجسم، التي اس اتش بيفرز بفعل مؤثر من الهايبوثالاموس هو ثايرويد ريليزنج هرمون. تمام،
الآن بالنسبة للتي اس اتش يؤثر على على الغدة الدرقية وبيحفزها أن تنتج هرموناتها زي تي 4 وتي 3. الآن الفيدباك يكمن عن طريق اللي هو وصول إلى التركيز المطلوب منه من التي 3 والتي من التي 3. فبالتالي التي 3 هو يعتبر فيدباك على مستوى البيتيوتري وعلى مستوى الهايبوثالاموس. الآن تحت تأثير الكولد والستريس والفاستنج بتوصل اشاره عصب الهايبوثالاموس انها تفرز ثايرويد ريليزنج هرمون اللي بياثر على الانتيريور بيتيوتري انها تفرز ثايرويد ستيمولاتنج هرمون بياثر على الثايرويد جلاند انها تفرز التي 4 والتي 3. الان التي 4 طبعا بتحول الى تي 3 فبالتالي كله بيصير عندنا معدل ثايرويد ترايودو ثايرونيم وبالتالي بياثر على خلايا الجسم بيعمل جروث وديفلوبمنت واللي هو ميتابوليك ريت. الان لما يصل النمو والتطور في الخلايا والمعدل الايد في الجين المطلوب منه بالتالي هذا يعتبر معدل الثايرويد هرمون نيجاتيف ميكانيزم على اللي هو الثايرويد على البيتيوتري فبالتالي بتمنع افراز الثايرويد ستيمولاتنج هرمون وايضا بتمنع افراز الثايرويد ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس. نتحدث عن هرمون اخر وهذا الهرمون هو البرولاكتين يفرز من خلايا اللاكتوتروفز بيحفز تكوين الحليب من في الغدد اللبنيه. اللي بيثبط البرولاكتين هو الدوبامين، الدوبامين يعتبر مثبط للبرولاكتين. اللي بيحفز انتاج البرولاكتين من اللاكتوتروفز من البيتيوتري جلاند هو الثايرويد ريليزنج هرمون يفرز من هايبوثالاموس يؤثر على البيتيوتري انها بتحفزها تنتج برولاكتين ويحفزها ايضا انها تنتج ثايرويد ستيمولاتنج هرمون. الان الاكزيتوسين ايضا بيحفز عمليه اطلاق البرولاكتين والاستراديول بيساعد على زيادة تكوين البرولاكتين. البرولاكتين بيحفز التطور تطور الثدي وبيحفز عملية تكوين الحليب. أيضا وجدوا أنه البرولاكتين له دور في عملية تطور اللايدج سيل الموجودة عند الرجال في التستس أثناء ما قبل البلوغ ما قبل البلوغ، تمام؟ عشان هيك في عندنا نسبة من البرولاكتين موجودة عند الرجال. أيضا وجد أن البرولاكتين له دور مناعي لأنه بيحفز الوظيفة التي سيل. ليش؟ لأن البرولاكتين له مستقبلات على سطح الثايموس سيل. نتحدث الآن عن الهرمونات التي تم تخزينها في البوستيريور بوتيوتوري إجلاند من الهايبوثالاموس. طبعا هي الأنتيديوريتيك هرمون سميناها فازوبرسين وأيضا الأكزيتوسين، تمام؟ هي الهرمونات الحقيقية التي تنتج من الهايبوثالاموس وتخزن في البوستيريور. كلا الهرمونين بيتكونوا من الهايبوثالاموس نيرونز ومن خلايا معينة، الأنتيديوريتيك هرمون من سوبرا أوبتيك نيوكلياس بينما الأكزيتوسين من بارا فينتريكولار نيوكلياس. كلا الهرمونات بتفرز على هيئة بري هرمونز، بري برو هرمونز يعني إن أكتيف، والإشارة اللي بتصلها من الهايبوثالاموس إلى البوستيريور بتحفز إنها عملية الأكتيفيشن لها وهي عن طريق اللي هو إزالة 9 أمينو أسيد بزيرة بحفزها إنها تتكون إلى الصورة النشطة. طبعا عملية إطلاقهم بتكون بتأثير من الهايبوثالاموس بإشارة عصبية من الهايبوثالاموس بتأثر على البستيونير انها تفرز تؤدي الى اطلاق هذه الهرمونات الى البيتيوتري الى الانتيريو بيتيوتري ومنها الى مجرى الدم، تمام؟ اذا الإشارة العصبية وصلت للهايبوثالاموس ادت الى انه الهرمونات اللي افرزت اخبتها او خزنتها في البستيونير تعددها إشارة إنها تخرج إلى مجرى الدم وبالتالي تذهب إلى الأنسجة المستهدفة. بالنسبة لهاي الستركشر الخاص بالأنديتوريتك هرمون والزيتوسين اللي هو في عنا اللي هو يتكون من 9 أمينو أسيد هي الأكتيف فورم منها. الأكسيتوسين هو هرمون بيحفز عملية انقباض للمايو إندوثيليال سيلز الخلايا الطلائية العضلية وهذا اللي بيساعد على انقباض الرحم أثناء مرحلة أثناء فترة الميلاد وأيضا بيساعد على إنه الغدد اللبنية تطلق الحليب أثناء فترة الرضاعة.
أيضا بيساعد على تدفق الحليب من الغدد اللبنية خلال مرحلة الرضاعة. طبعا الاستيمولس اللي بيخلي الميلك يخرج من البريست هو السكينج، هو السكينج اللي هو عملية المص من الثدي عن طريق البيبي. ليش؟ لأنه الثدي في النبل اللي هي حلمت الثدي تحتوي على مستقبلات حسية، هاي المستقبلات متصلة ب اللي هو ألياف عصبية في السباينال على طول، بيؤدي الى خروج بلسز الى البرينو، منها الى السنتر نيرفوس سيستم، ويصل الى الهايبوثالاموس عشان تؤدي الى افراز الاكزيتوسين. ايضا عندنا في عنا ريفلكس بيبدا من السيرفيكال اللي هي عنق الرحم والمهبل، وايضا من اليوترس، بحفزوا اطلاق وتكوين الاكزيتوسين طبعا خلال اشاره عصبيه تصل الى الهايبوثالموس. اذا هناك بعض الريفلكس او بعض الانقباضات التي تحدث في عنق الرحم والمهبل والرحم تستجيب لها عمليه تكوين للاكزيتوسين. طبعا هذا كله عن طريق عصبي، اشاره عصبيه الهايبوثالموس بتحفز من عمليه تكوين الاكزيتوسين. ايضا زياده معدل الاكزيتوسين نجده انه بيزداد معدل في مرحله التبويض عند النساء في مرحله اللي هو الميلاد واللي هو اثناء الاتصال الجنسي. ايضا نجد انه الاستروجين بيزود من معدل تكوين الاكزيتوسين ويقلل من الثريشولد اوف ريليز، بيقلل من اللي هو فتره ريليز تبعته. الانتيديوريتيك هرمون هو هرمون اخر يفرز من الهايبوثالاموس، بيحافظ على المستوى المائي في الجسم وتركيز المستوى تركيز الماء تركيز الاوزموزي في الجسم. يعرف الانتيديوريتيك هرمون بالفازوبريسين، بيعمل تنظيم للاوزموتيك بريشر وايضا لحجم السوائل في الجسم. فلو حدث اللي هو ديبريشن للماء، نقص في معدل الماء، نجد ان الاوزمولاليتي في البلازما تزداد، وهذا محفز الى انه الهايبوثالاموس يزود من معدل اطلاق وانتاج الانتيديوريتيك هرمون للحفاظ على معدل الماء وتركيز المواد الذائبه فيها. يعطيكم العافيه.